مكتب الطلبه. اليوم احنا دايرين وقفه احتجاجيه امام رئاسه الجامعه، واخا انهم سدوا علينا الباب وما قبلوش اننا نديروا احتجاج قدامهم، وهذا كيضرب في حق الاحتجاج وفي الحريه ديال المواطنين في الاحتجاج. كيف ما كتشاهدوا اليوم من بعد 3 شهور ديال المقاطعه، من بعد مقاطعه الامتحانات اللي كانت ب 100%، حنايا باقي اليوم في الشارع، باقي ما وصلناش الحل اللي هو يرضي الطرفين، باقي في الحوار، واخا هو حوار غير مسؤول غير جدي سير واجب بلا حتى شي حاجه ليا كونكريت. حنا اليوم كنطالبوا بان يكون حوار جاد باش اننا ندخلوا نقراو، حيت حنا بلاصنا في لوبيتال، بلاصنا في لافاك، وتوحشنا بلاصنا وبغينا نرجعوا نقراو. شنو هما الاثار اللي ممكن دابا تترتب على هذه المواقف بالنسبه لك وبالنسبه للوبيتال وهذا؟ حنايا بالنسبه لينا لا فورماسيون ديالنا كتشكل شي حاجه مهمه، لا لي ستاج ولا لي كور هما شي حاجه اللي ضروريه في الكورسوس ديالنا، وهما اليوم كيجيو كيطالبوا منا باننا ندوزو امتحانات بلا ما نقراو لي كور. الا كانت الامتحانات المعنى ديالها هي ايفالواسيون ديال داكشي اللي قرينا، ففينا هو داكشي اللي قرينا اصلا باش ندوزو امتحانات، وفينا هما امتحانات ديال الدوره العاديه باش ندوزو الاستدراكيه. فهذا ضرب في الحق ديال انك تقرا، فانك حتولي طبيب بانك داوي المواطن، حيت حنايا ماشي كنقراو باش ناخذ ديبلوم وصافي، كنقراو لهذاك المواطن اللي غادي نداويو من بعد. يعني المعاناه من الطب، المعاناه من الاول. تقدر تقول لنا بلي ندمتي علاش درتي هذا الاختصاص؟ ما عمري ندم على انني درت الطب، حيت الطب كان حلم ديال الطفوله، ولكن يمكن انني ندم على انه وصل خلينا يوصل لهذه الحاله، على اننا ما وقفناش ضد هذا الشيء من النهار الاول. كنحملوا المسؤولين والمالي الشكارة. مسعد مازوني، ممثل تنسيقي الوطني لطلبة الطب وطب الأسنان عن كلية مراكش. هاد الوقفة هذه كتجي في إطار مسلسل النضالي اللي استراش التنسيقية الوطنية، اللي كيفما دابا كلشي ولا عارف أن طلبة الطب في المغرب 18000 طالب خارجين في إضراب منذ 25 مارس. اليوم كنفوتوا 100 يوم تاع الإضراب، ما تنقراو ما تمشيو للسيرفيس ما والو، هاد الناس ما بغاوش يلقاو معنا الحل. كنجيو كنقول لهم هالعار هالعار لقاو معنا الحل، خليو الطلبة، خليونا نرجعوا للأماكن الطبيعية ديالنا اللي هي لي زونفي تياتر ديالنا، اللي هو الباسيون والمرضى ديالنا، نرجعوا نشوفوهم ونرجعوا لا فورماسيون ديالنا. اللي كنلمسوا هو انه كاين تماطل في الحوار، الحوار غير جاد، ان هاد الناس كيقولوا شي حوايج كيتراجعوا عليهم ما كيلتزموش بهم. واليوم الاشكاليات واضحه، يعني حطينا جميع الاشكاليات وكل شيء واعي بالاشكاليات فين كاينين، والطلبه كيسارعوا نحو الحل، واخا هما تيتهمونا باننا دعاة ازمه، الا انه الطلبه بينوا في ما غير محطه انهم دعاة حل ودعاة اصلاح شامل لهذا القطاع اللي هو قطاع التكوين الطبي العمومي في المغرب. من 25 مارس، يعني اكثر من قبل من 25 مارس، يعني اليوم كنوصلوا ل 130 يوم ديال الاضراب مفتوح. بالنسبه لشنو هو الاثار اللي ممكن تتسبب هذه الوقفه بالنسبه للسيرفيس بالنسبه للمغرب؟ لانه قطاع التكوين الطبي العمومي هو واحد القطاع حيوي لا في المغرب لا اي دوله اي دوله. فالقطاع ديال التكوين الطبي العمومي هو واحد القطاع حيوي اللي كينتج اطباء الغد اللي غادي يداويو المغاربه. هذا القطاع اليوم هو واقف لانه كاين مشكل وكاين اشكاليات حقيقيه اللي وضعنا عليهم الاصبع ديالنا، ولكن ما كاينش اراده في الحل الحقيقي واش دري لهذا المشكل. الطلبه اليوم ما كيتفورماوش، الاطباء ديال الغد ما كيتفورماوش، الشبح ديال السنه البيضاء ولا كيهددنا، لانه قربنا اننا نساليو السنه ديالنا، ما دخلناش الامتحانات، والسنه الجامعيه قربت تسالي، مازال ما كملناش السيمستر الثاني ديالنا.